أنسبت طهور البياض لحلفكم وسواده لا يكاد جهرا ينطق كذب شعارات لكم وهتافكم زيف فلا شيء يكاد يصدق أقلقتم أمن البلاد وصفوها لا يقلق الأوطان إلا أحمق ومضاجع قضى الغثاء منامها ولدينه من ذا الذي لا يأرق ولدينه من ذا الذي لا يأرق بالجزائر كانت لاباس الدنيا باين هانيه ولا لا جاو نحاو الانتخابات وداو 17 ألف للصحراء وقتلوا وعذبوا الدستور كان موجود تما ولا ما كانش موجود كيفاش يقتلوا الناس خارج القضاء كيفاش يعذبوا الناس خارج القضاء كيفاش يرميوا الناس في البحر وفي البر وفي كذا وبعد يجيوا الناس يقول لك انتوما درتوا اضراب وكان ما درتوش اضراب كان الاضراب عمل سياسي عمل سياسي من حقنا نديروا اضراب وانا اقول لكم هذا غاز الشيش وكان ما يخرج الشعب في الزنقه والله غير يديروا الشيش سمعت وهذا الدساتير والله غير يديروا الدسور كما يحبوا الان احبوا يردوا الشعب عباره عن نعجه واصبحت كلمه الارهاب هي المطيه وهي الوسيله التي يركض بها الغرب امريكا وفرنسا للحفاظ على الاستحواذ دوك ما نجيبوش يستعمرونا ولا لا قال عندكم ارهاب يستحوذ على الخيرات نتاعنا وزاره الدفاع وزاره الدفاع يجي لهنا ويقول لنا حنا نحافظوا على فرنسا ان شاء الله تخلع فرنسا انا واحد ابن شهيد وفيكم ابناء شهداء وفيكم مجاهدين والحمد لله رب العالمين صح ولا لا وعندنا احفاد اولاد شهداء حولوا الجيش هذا النظام نظام الجزائري حول الجيش تاع الجيش انا نتكلم قياده ونتكلم قاعده قاعده الجيش فيهم اولاد الشهداء فيهم المجاهدين فيهم الناس يعني نحول الجيش الى كلب حراسه على امن فرنسا وامن امريكا الأدلة موجودة 80% من الزنترنيين اللي كانوا يشتري ولاد شهداء ومنهم مجاهدين إذا باه تعرف بأن هذا المسألة اللي نتكلموا عليها احنا نتكلموا على مسألة واقعية راح يعطيني دستور ويقول لي ناقش فيه لا لا ما ناقش احنا ناقشناكم وحاورناكم داخل الحبس وخارج الحبس بعثنا مبادرات نعم وان شاء الله بالك ربما الجمعه المقبله او اللي بعدها اذا حبيتوا يكون الدرس ما كانش درس نجيب لكم فقط بالادله واحده بواحده باش تعرفوا باللي الجبهه الاسلاميه للانقاذ داخل الحبس وكانت حريصه على الدماء وحريصه ولكن لم تكن حريصه على ان تتنازل على حقها بس اذا كنا نجمو نتنازلوا على حق نتاعنا ونخرجوا احرار بوتفليقة خطب واحد النهار وقال قال إذا ترك فلان العمل السياسي يخرج معززا مكرما إذا أنا مش مجرم إذا قارنا إذا كان تركت العمل السياسي تخرج معزز مكرم إذا ما تركت العمل السياسي إذا أنا سجين سياسي سميني أنت مجرم سميني أنت كذا هذا اعتراف منكم بأنها ماذا بأن القضية قضية سياسية وقلنا بأن القضية السياسية تحل ماذا؟ سياسية واحد جرب معاهم قبل الحبس وداخل الحبس وخارج الحبس مش تجربة واحد تجربة جماعة أنا نقول باللي النظام هذا الجزائري الحالي لا بد أن لا يتحدث عن المشاركة في مناقشة الدستور لا بد أن يتخذ قرارات ماذا؟ جريئة أنا متصور لو كان يخرجوا بربعة يقول الناس اللي كانوا في الصحراء سأعطيهم ماذا؟ تعويضاتهم وحقوقهم ورد لهم الاعتبار الناس الممنوعين من حقهم في العمل السياسي تفضلوا بطريقة سلمية تفضلوا
الناس اللي في السجن اللي عنده 20 سنة ربقوا صراحهم يوليوا لديارهم ونساهم ولازم وأمهاتهم وكذا وما شاء الله. سبحان الله. هذه ما يجوش يديروها. أنا أقول لك هذو كي يديرهم إحنا لو كان يديروا هذا الربعة هذيك الساعة نقول لو كان هذا النظام هاي طريقة أخرى حتى خاص بعض الناس يقول لك إياكم تضيعوا علينا فرصة كما ضيعتوها في 1994 شغل كانوا معانا حول الله احنا نضيعوا الفرصة احنا عمرنا ما ضيعنا الفرصة واحد يقول هذا كان عنيفا وكان متشددا وكان كذا لا انا كنت متمسكا انا ومعايا القادة الجبهة الاسلامية للانقاذ كنا متمسكين بحقنا مش احنا بحق الشعب الجزائري الشعب الجزائري اختار ينبغي ان يحترم اختياره هذا تشدد يا خاطر ماذا قلنا لهم قلنا لهم معيش الشركة نعاود نوليو وعندنا حقنا في المعامل السياسي وطلقوا الاخرين والناس انا العبد الضعيف قلت لهم يا سيدي ديروني في كوبتر ورميوني في الجبل لا مش يرموني يقتلوني معناها ارموني في الجبل انا باستطاعتي اذا كان تسقوا باش تعطيوا هذه الحقوق للناس وتغرقوا هذا الملف انا باستطاعتي انني اناقش في مثل هذه القضايا كش ما كاين اكثر من هذا وكاين حوايج ما نقولهمش للناس ليس كل ما يعرف يقال اذا متنا هاوي عند الله عز وجل تبان الحقائق يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه اللي راح يكذب ويزيد وينقص سوف يعرض امام الله عز وجل خاص كثير من الناس تهمونا اننا فرطنا سبحان الله تعرف لو كان مشينا بالخطه نتاعها مشينا والله العلي العظيم يمسحوا الناس هذو مسح الله وباش يمسحوه قال شيخ عباسي وفلان وفلان هم الذين قالوا لم يكونوا يريدون حلا كانوا يريدون قولا ليتخذوا منه ذريعة لقتل الناس هذا هو السبب يا رب أنا أعطيهم هذا الشيء باش الحمد لله رب العالمين ربما كانت الآن عندنا زوج ملايين ولا تلت ملايين راه موت هذا هو كان المقصود علاش هذا هو المقصود انظر الآن السيسي ماذا يفعل يروح يجيب الناس اللي خرجوا من الحزب نتاع الإخوان المسلمين ويعطيهم التلفازات ويظل نهار كامل يا أخوي اختلفت أنت كنت مع جماعة واختلفت معاهم ألا تزيد هذا النظام اللي كنت أنت تحارب في النظام معاهم اليوم لما خرجت من النظام تروح للنظام وتتحاول تكون في حضره على الأقل كل حيادي قال النظام فاسد وهذا فاسدين مليح ولا لا؟ لا هو كان مع خاوته يا معاهم ثم بعد ذلك يروح للصف نتاعهم وعندما يذهبوا إلى صفهم أنا كان يذهب للصف نتاعهم يقولون حتى أنتم ما أخطأتم حتى أنتم ما درتوا كذا قال بصح باش تقول لي تخطأ خاوتك وتجرمهم وتحملهم مسؤولية ما لم يفعلوا لماذا؟ القضية قضية نظام سياسي مش قضية تعديل دستور مش قضية تعديل دستور هذو باعونا وداروا قضية الإرهاب اتكاك اللي يحبوا يقتلون قال إرهاب